عليكم. السلام. الله يخليك، شحال دايره هاد القميجة؟ 180 درهم. الله يا خويا، تعامل معايا شوية، ما يمكنش راه غالية بزاف. الله يخليك اخويا، 50 درهم بركة. يديروا الدبلة، جاب الأفلام المكسيكية والأفلام التركية. عافاك اخويا، غير شوف كي ديرها، ما يمكنش، شحال عجبتني. الدبلة جات خيتنا. حقير ما كتسواش. ياك. اه اخويا. كما الحقير ما كيبغيش يشري لي الحوايج. السلام عليكم الخوت، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم عاوتاني في فيديو جديد. المهم قبل ما نبداو، خليو لي شي لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وبالرجوله الخوت شويه ديال التفاعل. راه كنشوف بان التفاعل قلال 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 بزاف بزاف فهاد رمضان هذا. بالرجوله الخوت الى ما تفاعلوا مع الفيديوهات اللي كنحط، وخليو لي التعاليق الزوينه ديالكم. ويلا نبداو. اجي نسولك واحد القضيه، كتبغيني ولا ما كتبغينيش؟ كنبغيك. سولتك جاوبني، كتبغيني ولا ما كتبغينيش؟ لا كنبغيك والله. ما تيقتكش. والله جاوبتك انا، قلت لك كنبغيك. كتبغينيش. واش درت لك دابا انا؟ اش درت لك؟ راه هذا هو المشكل، حيت ما كدير والو. واش علاش كنقول لك ما كتبغينيش؟ حيت كون كنتي كدير قبل كنقول لك. دابا جاوبني، كتبغيني ولا ما كتبغينيش؟ كنبغيك كنبغيك. كتبغيني ولا ما كتبغينيش؟ كنبغيك. لا ما تيقتكش، ما تيقتكش، ما كتبغينيش. واش كتبغيني ولا ما كتبغينيش؟ والله كنبغيك. ما تيقتكش، ما تيقتكش. قالت لك نوض وصل لمها على صاحبي، هي كتصيفط لمها، انت جالس كتفرج في التلفازه، ما يمكنش نوض وصل لمها على مالك. يبان لي مسكينه تخربقوا لها الهرمونات، داك الشيء علاش. بنت سعدية مريضة مسكينة ولا مالها؟ الله يشافيها مسكينة. من قرا على صفيه مسكين، مضرني موجده ومقاده. ناخذ لك طاكوس، واش بغيتي ال ولا اكس ال ولا دوبل اكس ال؟ ما ناخذ سروال اكس ال. اي حبيبي شي خطرك سيني تيجي القهضره هادي، واش شي تلبسو ولا زعما على حسب كرشك؟ واش كتلبس كرشك ال ولا الاكس ال ولا الدوار؟ عندي واحد الكرش هنا تريبل اكس ال، ما كاينش هنا كاع. شوف واش يضربك، شوف البن بغيت خبز مطوي. حيد عليا والله العظيم. شعيبي ما عندوش مع طاكوس. وانا مؤخرا تختطفت، تختطفت وكليت العصا وتشفر ليا تليفوني وبزاف د الحوايج. كيفاش تختطفتي؟ عداوني لغابت بوزكورة. قول هادو، عودي لي القصه. كنت في غابت بوزكو، كنت واقف كدير واقف على راسي كدير تروطوار. كندير تروطوار وي لوط عليا واحد الراجل بالطوموبيل، قال لي يا حبيبه تمشي معايا؟ قلت لي اه. دي شحال شاويت انا وياه مره طالعين، طلعت منين طلعت لقيت جوج اللور راكبين، انا كاع مشيو مع الجاج. شحال كتاوي؟ كنت هو كنبدا من 200 درهم. ياك اه. كيفاش من 200 درهم؟ سا ديبون على البلاصه، على الوقت، على شنو غديري ولا اشنو؟ ان بلون. علاش كتسولها دابا؟ علاش كتسولها؟ ان بلون فين كتمشي معاه للدار؟ الطوموبيل في الدار، في الزنقه، في موبل، في ما كتسول فيه وتعاود تسول فيه. شحال شحال باش كتمشي؟ شحال باش كديري؟ شحال باش فعلي؟ شحال كتركي؟ شاد الخبطه صاحبي، شاد الزمره، شاد الوكلاداش، شاد الصحافه ديال الصرف الصحي. انا وليت الموت كتعجبني، لانه حتى الا مت شي نهار عندي احباب تما اكثر يقدر من هنا. وليت متصالحه مع الموت، وليت كنشوفها بطريقه ماشي بطريقه كيفاش هما موصلين لنا الموت. وليت كنقول ان ماشي ما كتخافيش من الموت، راه الموت شنو وجدتي ليها؟ شوفي ما بعد الموت، اشنو وجدتي ليها؟ شنو وجدتي للاخره ديالك؟ حتى واحد ما تيخاف من الموت، ولكن شنو كيخاف الانسان ومن داكشي اللي بقيتي تسناه؟ ماشي الموت. الله وتزوج بها يا خويا، تخليك ضربك بالله. العزوات اللي شافوا فيها. هذا هو شي اللي عجبات واقيلا هذا. اش كيدير ليها؟ اش ربطيتو معايا البلد اللي كاين كيدير ليها؟ ملاكمة فيما يرضي الله. لا لا
اللهم لك الحمد اخو. كي العون دار لابات وقلت يفرق القف على الناس. هذا هذه بديره زوينه درتي يا سي فراون. ما نسيتش فيها والو. تبارك الله عليكم الدراري الله يسهل عليكم. شنو هي الامنيه ديالك؟ والامنيه ديالي اخذ حسن الخاتمه. هادشي هي احسن امنيه هي. والله تاع الشرف ديالكم هذيك هو الجائزه. نسولك سكتيني وقلت ما بقيتش قادر نسولك وحق الله صدمتيني والله شابور الشيء. السلام عليكم الاخوان، كيف ما كتشوفوا معنا هذا السيد هذا اللي صراحه بورشني دال بالصح، وكنتمنى تكملوا الفيديو باش تفهموا القصه ديالو. ما كاين ما احسن من الانسان يتمنى حسن الخاتمه، احسن امنيه هي هذه وحق الله. نشوفوا شكون اللي فيكم فيه الدغول هذا العام. ما بقاش حليب. لا بلا ما تعذب راسك خالتي. زيد انا عنيس كتوصل عروسه باش ملي تكون كتشرب داك الحليب تكبو عليك هكا تدخل الحمام. بيا جوان عميل ناوي على شي كونتر اتاك، تبغي انت زعما اللي تمد ليه الحليب وتكبو عليك ديك الساعه. نادو ماشي وقت كاتيب هاك هاك هي ناوي تفايد عليك السيلو. الواليد شنو بلانك العام؟ كتجمع في العظومه ديال التمر باغي تلوحهم في لوابو باش يتخنق، حيت كنتي بلومبي انت اللي غيطلبو منك تنوض صايب. ديك الساعة الحمام غيكون ديالك دير فيه ما بغيتي. انت شكيدير هذا الشوكة جنانيشة؟ صافي دابا داك السطاس. مشى ندير الحساس الماء تسقي الجردة جات مقطوع عليهم الماء. لا راه سقيتها قبيلة هنا. ويلي. ما باغي تدوش بي. ويلي واش انا باقي ندري صغار ندوشو في الزنقة. اييه انا فرطة. ود الحرام هذا باينة مدوش وبغى يحرم على كلشي. ولا تا هو تقدر تكون تحت راسو شي حاجة. الشراف هادو مبقيتش كنتعرف فيهم. خصنا شي حل اخر، شي حل بلا ما نقاد خطة وبلا ما ندخل في هاد التخرويق كامل. راه الحل حداه، راه الحل حداه، حيدها من الزحام ويلعبها. اودي فين غنلعبها؟ فين غنلعبها اودي الحل؟ وراه لتحت، سول تحت شحال خاوي، كاين الكاز. ورا داكشي اللي دا خو العروس عنيت، غادي خارج بسطل قدام با، تا هو مكلخ على الأقل يشريها بودي زاد الماء من الزنقة. ها؟ داكشي اللي غندير. فيديو ناضي بالجد. ما تمشي للعمرة هادي. كنتمنى ان شاء الله من تجي من هذاك المقام وتجي وتحيدي عليك هذيك الحضره ولا التخربيق اللي كديري وتوبي وتكون التوبه ديالك توبه نصوحه. شربت عليه واحد المبلغ ديال الصداق اللي ما غاديش نقولو، شربت عليه سكني بوحدي يكون عندي داري. شربت عليه ما يكونش من داك، شربت عليه ما يمترينيش بالنسبه في لاصال. بحال اش الكوتشينغ فيس تو فيس قطع شويه عليه. علاش كيستريني بالنسبه اونلاين؟ جي با بروبليم، كنكون نعسه هو كيهضر مع النساء ومع هذا ما عنديش بروبليم كوتي بروفيسيونيل، ولكن حيت انا كنت دايره الكوتشينغ بيرسونيل واحد الوقيته وبغيت كنشوف البنات كيفاش كيتعاملوا مع الكوتش، فكتمشي كدير جميع الوسائل باش كتغري الكود. زيد اختي احنا البنات دخلنا عند واحد السيده اغزاز. زيدي هيا الكوزينه، خاصه من الكوزينه ها مسكينه غادي عندهم محمله مسكينه وحق الله. لا ما هاكي خالتي جيب لهم مول النيكس نعطيكم الخير نعطيكم الخير. والله ما عندهاش موليليكس، عندها غير هذه الماكينه ما عندهاش. والضرب زاله والتاويل وعاش الملك. شوفوا مسكينه وحطيتها هكا هذا باش تحط تفرش فيا. ما عندهاش تليفون غزاله وطقطق وداك الشيء. اجي معايا نشوفوا التلفازه. ها هي التلفازه وبقيت تفرجي وقال ديوش نهار ترجع عندك وقال لك دبويت الصاله ونفرشها لك. انا وليكم الصاله نعطيكم الخير. الله يقوي خيركم. ما فيهاش ما فيهاش ردوا عني. ها هو شتو هاد الصاله ان شاء الله؟ ان شاء الله هاد الصاله بغيت نجي نقادها ليها ان شاء الله. هاد التلفازه راه ما زويناش ما خداماش لحقا وغنعطيها واحد المبلغ مالي. دابا راه الا قالت لي غنرجع غترجع راه بالصيف هذا رمضان. عندها واحد واحد صافي. راه مع شحال 16000 ريال. يلاه سير الله يسر عليك غير باش تفرح باش تزيد فرحه على فرحه. والله الا الرجوله ديالك ما كرهتش ليها الثلاجه وما كرهتش نقاد ليها الدار وما كرهتش هاد الصران قاد عليها وجلسي اختي ولبسي ليا القفطان وجلسي اختي تامري وديري رجل فوق الرجال وبقى تقول لي عاش الملك عاش الملك عاش الملك. كتمشي مسكينه كتستي هذوك الناس اللي ما عندهمش اللي ما فحالهمش
ما كتعطيش لي منواله، راه كتستي وكتمشي عند شي واحد تما في الدوار وكتقول لي عافاك شوف لي الناس اللي ضعاف ما عندهمش ما فحالهمش، وتمشي مع واحد السيد تما تيبدا يقلب على دوك العائلات اللي ما فحالهم مسكين، وكتدخل عندهم كتفرحهم الله يفرحها في هاد العواشر هادي. واش ما كتفكرش دير ماسك الحجاب؟ وانا جو سوي بور كوني راجل متدين كيصلي اكسيتيرا، هذا واخا كنحماقو مره مره كنغلطو اكسيتيرا عادي، كلشي كيغلط الله يسامح فهمتي، ان الله غفور رحيم، مي كنبقى ديما متشبت بالدين. مي بالنسبه للقضيه ديال الرجاء فهمتي سي سون شوا، بغات ديرو ديرو، ما بغاتش ديرو مكاينش اللي فرض عليها نقولها ديري. واصلا جلستي كتفكر في الويستر مرات ما تبيناش، الرجاء انا خديتها انفلونسوز، عندها ديجا انستغرام، عندها ديجا تيك توك، عندها ديجا اليوتيوب، وعندها كونتوني ديال البنات وكونتوني محترم بينها وبين العيالات فهمتي. ما عنديش انا وغنحبسها نقولها نزيد نسد عليها في الدار ندير لها نتا من النقاب ونقولها ما تخرجيش ما يشوفك حد فهمتي. الغيره راه كنتصرف بها انايا اون بوبليك في شي حوايج اخرين ما عندهاش علاقه باللبس ولا شي حاجه، اصلا رجاء كتلبس محترمه فهمتي، ومحترمه راسها اون جينيرال. كما لكم في ستوري الجاي لا من نيت كنيت مرتك كتلبس لبس محترم، ولكن شوف ما دير لها لازيف، ما تسترها، ما تجلسها في الدار مول، خليها تخدم عليك ودير لك مستقبلك اصاحبي. واه شكون بيخدم عليك انت؟ انا نكون الخصوص لخرت الفيديو، كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم، الى كتب الله الدار وبقيتوا حتى لهاد الدقيقه هادي ما تنساوش تخليو لي الشلايك للفيديو، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وبروج على الخوت شويه ديال التفاعل، راه كنشوف بان التفاعل قليل 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 بزاف بزاف بزاف، بروج على الخوت الى ما تفاعلوا مع الفيديو اللي تنحط، واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل مع الجرس باش الى كانت شي حاجه جديده توصلك حتى الاول، وما تنساوش الخوت تخليو لي التعليق الزوينه ديالكم، تهلاو فراسكم الخوت، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.